ألف سردة وسردة، معي أنا لقمان ديركي. هكذا حدثنا هردبشت. الحب أطرش. مكالمة موبايلية غير مسجلة. بحبك يا حمار. ولي قصدي أهلين عن جد؟ ايه عن جد، هي الشغلة مو مزحة. من امتى هالحكي؟ من زمان كتير، بس انا ما انتبهت. معقول كون حمار مثل ما تفضلتي؟ لا، انا كنت منتبهة اني ما نبهك. بكرة بتنسي. مستحيل، عم قلك بحبك من زمان كتير وانت بتقلي بتنسي. بصراحة ما بدي خبي عليكي، انا بحبك من زمان كمان كتير، يمكن بتعرفي. لا ما كنت اعرف، ليش ما حكيت لي؟ حكيت، قلت لك بحبك بس انتي ما سمعتي. كيف بقى؟ شو قالوا لك عني؟ طرشة ما بسمع؟ ما أخذتي كلامي على محمل الجد واستهترتي، ضحكتي وتابعتي حديثك مع واحد مثقف عن انفلونزا الخنازير. حقك علي حبيبي، ولكني هلأ عم حبك. تجرأت أخيرا أحكي. بقى شو رأيك بهالمشكلة؟ ليش مشكلة؟ مشكلة اني حب، والمشكلة الاكبر اني حبك انت، والحل انك تحبني. بحبك طبعا، كنت وما زلت. بقى خلينا نلتقي، بحاكيك ونتفق. بانتظارك حياتي. مكالمة لم يرد عليها. مسج ما حكيتيني، وليش ما عم تردي؟ بحبك. رد مسج مسافرة، قربت أخلص من شغلة مهمة، بحاكيك بس ارجع. بدك شي؟ مسج ايه بدي شوفك كل يوم يا حبيبي. ترجعي بالسلامة. مسج وينك؟ ليش خارج تغطية لهلأ؟ بحبك. مسج ليكون مركبة سوبر كليب وما بدك أحكي معك. بحبك. مسج بحبك والله العظيم بحبك. مسجات نفس العلاك على دون جدوى. مسجات واختلط العلاك بالدموع. محارم يا ولد. نف هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوا راديو سوريالي.